كده ايه بلاي ديفايس اللي انت تغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طارق الطيب. معانا حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة، تعالى هنعمل صيانة كاملة للعربية دي، هونداي اي 30. العربية دي فيها صيانة كاملة، فيها فلتر بنزين، فلتر هواء، طقم بوجيهات، سير عمومي، فيها الصيانة بشكل عام، تمام. وفيها برضو شوية مشاكل، تهريب زيت، تهريب مية، تهريب من الأرسيلات. هنعمل الصيانة دي ان شاء الله، وفيها كمان طقم دبرياش، تمام. كنا احنا عملنا حلقة قبل كده سابقة بنشرح فيها اجزاء قطع المحرك، بس كنا بنعرض صور وبنتكلم في الفيديو. النهاردة ان شاء الله هنشرح اجزاء قطع المحرك الموجودة بشكل عملي، بشكل تشوفها كده بشكل طبيعي، تمام. وهنشرح ازاي هنصلح العربية وهنحل المشاكل ازاي قبل وبعد، وهنوريكم المشكلة الاول وهنوريكم بعد تصليحها عاملة ازاي ان شاء الله تعالى. طبعا مدام العربية فيها طقم دبرياش وفيها تهريب زيت وفيها تهريب مية، فالاسهل لينا والافضل ان احنا نطلع الموتور والفتيس بره، تمام، ونشتغل فيه على وضع الطبيعي. احسن من انت مثلا تحل فتيس بقى تعمل صوانة وتقفله بقى تحل الموتور من هنا، تمام، فيبقى الموضوع واخد وقت طويل ومش مجدي. فالافضل هنطلع الموتور والفتيس بره، حطهم هنا ونشتغل فيهم براحتنا ان شاء الله تعالى. نشرب القهوة ويلا بينا. اول حاجة تعال نشوف ووريكم المشكلة الاول فين. شوف هنا في تهريب زيت في المكان ده. تهريب الزيت ده من الوش ده، وش الالمونيا ده، اسمه وش التقسيمة او الغطاء اللي بيغطي. طبعا العربية دي على كتينة مش على سير تقسيمة، لما هنحل الغطاء هنوريكم. الغطاء ده بيغطي الكتينة بتاعت العربية. وفي تهريب زيت برضو منين؟ من جوان غطاء التكيهات. الجزء ده البلاستيك ده اسمه غطاء التكيهات، تمام. ليه جوان كاوتش هيتغير ان شاء الله تعالى. شوف بقى هنا الزيت اوضح، شايف تهريب الزيت بالشكل ده. كل الزيت ده هنعمله ان شاء الله تعالى وهننضفه وهنظبطه وزرق. زائد عندنا كمان اويل كرانك امامي، شايف الطاره دي اسمها طاره كرانك. ورا الطاره دي في اويل، يعني هنشيل المسمار ده ونشيل الطاره، في اويل في الحته دي. طبعا الريتير بيخر، تودع بتاع الريتير وهيتصلح وهيتسلك وهيتنظف ويتعامل الخرم اللي فيه. وعندنا هنا كوعة المية زي ما تشايفينها مملحة، هتتغير. ده طبعا من اسباب تهريب المية، كوعة المية دي بايظة، شايفينها اللي انا بشاور عليها دي، دي اسمها كوعة المية، تمام. وعندنا اولسيلات في الفتيس، طبعا هي مش باينة دلوقتي، لازم انزل تحت، بس لما اطلعها هتبان ان شاء الله تعالى. وعايزك بقى ايه، تخلي بالك من شكل العربية عامل ازاي، عشان ان شاء الله كل ده هيتغسل وهينضف وهترجع العربية زيرو باذن الله تعالى. يلا بينا. طبعا احنا كده طلعنا الريتير، خلعناه بره، عشان زي ما قلنا لكم الريتير ده مخروم وبيهرب ميه. طب مخروم منين وعرفت ازاي انه بيهرب ميه؟ بص يا معلمي، شايف تهريب ده كده الصدى. طب ايه اسباب الخرم ده اللي حصل هنا؟ التهريب ميه ده حصل من ايه؟ ليه يا عم حصل كده يعني؟ مع انه جاي في حته يعني حته بعيده عن اي خبط عن اي حاجه. ده بسبب ميه الريتير. الناس اللي بتحط ميه حنفيه، ميه مقطره، ميه معدنيه، ميه فلتر، ميه تكييف، كل دي ميه غلط، ميه ما تنفعش. طب ايه الميه المناسبه اللي احطها؟ حط الميه الموصيه عليها الشركه الصانعه للعربيه. طب انا مش عارف، هتحط ميه تركيز على الاقل 33%. طب ما تروح انت تشتري ميه، ما تشتريش اي ميه لونها اخضر، ولا ما تشتريش ميه لونها حمراء. اشتري الميه اللي هي عليها مواصفات صحيحه، واشتري ميه من مكان مظبوط، تمام. وافضل ميه يعني بشكل عام ميه اللي هي تركيزها 33%. تعالى بقى نتعرف على اجزاء الموتور كده بسرعه، تمام. طبعا قبل ما تعرف اجزاء الموتور، تعالى نشوف بقى المشاكل اللي موجوده في الموتور هنا. بعد ما طلعنا الموتور والفتيس، في عندنا هنا التهريب من الغطاء اللي هو بتاع وش التقسيمه، اسمه وش التقسيمه، ده الغطاء اسمه وش التقسيمه اللي هو بيغطي الكتينه. طبعا لما نطلع احنا الغطاء ده هنوريكم التهريب. شايف منين كل ده كده تهريب؟ لازم يتخلع ويتغسل ويتنضف ويتعمل له
سيليكون تاني ويتقفل. ورا الطاره دي هنا، الطاره هنا في اورسيل برضو هيتغير وتعمل. الغطا ده برضو شايف من هنا في تهريب زيت، كل ده تهريب زيت. الغطا هيتشال واتغسل واتنضف والجوانب بتاعه هيتغير، تمام. في المنطقه دي كمان تهريب زيت واصل لحد هنا، بس تهريب الزيت ده مش من الغطا، تهريب الزيت ده من اورسيل الفتيس. الجزء الدوار ده اسمه اورسيل الفتيس هنا اهو، ده هيتشال طبعا. المنطقه كل ده هيتغسل ويتنضف ان شاء الله وهيركب ايه تاني، تمام. نيجي بقى نشوف تهريب الميه. ادي الكوعه مملحه، طبعا زي ما قلنا تمليح ده بسبب بيحطوا ميه حنفيه. ميه حنفيه ما تنفعش في العربيه دي، لا ميه حنفيه، لا ميه مقطره، لا ميه تكييف، لا ميه معدنيه، لا ميه فلتر، ما ينفعش. كل ده ما ينفعش، لازم الميه الموصيه بالشركه الصانعه للعربيه هي اللي تقول لك تحط ميه نوعها ايه. لو انت مش عارف تحط ميه نوعها ايه، ما تسترخصش من جيركن وما تشتريش اي جيركن لونه اخضر او جيركن لونه احمر، غلط. لازم تجيب حاجه اصليه، تمام. نيجي بقى نتعرف على اجزاء الموتور. هنا الجزء ده كده اسمه الفتيس، باللغه العاميه اسمه فتيس، لكن الاسم الصحيح بتاعه جير بوكس. اسمه ايه؟ جير بوكس. الجزء ده كله كده اسمه الجير بوكس. ده اسمه ثروتل بادي، البوابي، بوابه. والبوابه دي من جزء اللي من النوع اللي فيها ايدل كنترول، هو ده الايدل كنترول، وفيها تي بي اس. يعني البوابه دي مش كهرباء، ما دام فيها حساسين يبقى البوابه دي مش كهرباء. بوابه الكهرباء اللي هي كل ده مدمج في قطعه واحده، احنا شرحناها قبل كده. دي على واير، تسحب الواير عشان الباب بيفتح، تمام. راقب، تسحب الواير كده عشان الباب ايه يفتح، تمام. دي مسطره الرشاشات، ودي الرشاش اللي هو بيرش ببخ بنزين جوه غرفه الحريق، تمام. ده اسمه الانتيك مانيفولد، انتيك مانيفولد، تمام. ده الانترنيتور او الدينامو، تمام. الجزء ده اسمه ترومبة المية. الجزء ده اسمه الاير كونديشنر او كومبروسر، تكييف. الجزء ده اسمه كوع الترموستات، عشان بيبقى جوه في الحتة دي في ترموستات في الداخل هنا، اظن واضح، اظن باين. كوع الترموستات بيبقى هنا جوه ترموستات الحرارة، تمام. طبعا شايفين ايه تهريب المية والتكلس الداخلي اللي موجود هنا، كل ده ان شاء الله هنحلوه وننظفوه ونظبطوه، تمام. ده السير العمومي. طبعا قديما في العربيات القديمه بيبقى كانوا زمان بيعملوا سير لترومبة الميه، سير للدينامو، سير للتكييف، سير كده. لغوا بقى الموضوع ده كله، خلوه بقى اسمه سير عمومي. السير بيمشي كل حاجه مع بعض، هو سير واحد. يعني في اغلب العربيات دلوقتي بقى النظام ماشي كده ان هو سير واحد بس، واحيانا بيبقى سيرين، بس هو على الاغلب بيبقى سير واحد، تمام. ده غطا التكيات احنا قلنا عليه. ده الفرن او المانيفول، تمام. ده مكنة الكيلو، ده حساس اللي هو بيقيس، بيديك على التابلو العربية ماشية سرعة كام. هو ده بياخد الحركة مباشرة من صندوق السرعات أو الفتيس. ده حساس الأكسجين أو حساس الأو 2 سنسور، تمام. تعال نتعرف على بقية الحساسات بالمرة. ده حساس الكرانك أو الكام شيفت سنسور. ده حساس النوك سنسور اللي أنا حاطط صبعي عليه أهو، أو السلك اللي طالع دي كده، اسمه حساس النوك سنسور. زي ما قلت لازم يبقى إيه راكب على جسم العربية، على جسم الموتور، عشان يسمع، لان الحساس ده عامل زي السماعه، هو بيسمع الصوت اللي جوه الموتور. شرحناه قبل كده وهسيب لك اللينك في الاي عشان تتفرج عليه بشكل تفصيلي اكتر. ده حساس الزيت او ساعه الزيت، هي بتقيس ضغط الزيت الموجوده، تمام، وعشان تطفي اللمبه عندك فوق. برضو ايه لو عايز تفاصيل اكتر هسيب لك بقى لينك حلقه الزيت تشرح الزيت كلها، تمام. ده فلتر الزيت. ده المرش او مرش او بادئ الحركه او الستارتر، بالانجليزي اسمه ستارتر، تمام. ده حساس الحراره، تمام. الجزء ده اسمه الايفاب، اللي هو بياخد خرطوم من التانك عشان يطلع الابخره الزياده اللي في تانك البنزين. يعني بخار البنزين ما بيترماش جوه في الهواء، بيخش هنا على الايفاب. بلف عباره عن بلف بيقفل ويفتح، يدخله تاني مره على المانيفولد. ده حساس الكامة، زي ما قلنا قبل كده حساس الكامة لازم يبقى راكب على الكامة، يعني دي حساس الكامة ودي الكامة هنا بيبقى راكب عليها، تمام. اظن احنا كده غطينا ايه كل الحاجات الموجودة حاليا قدامنا في العربية. نبتدي بقى حل. طبعا اول حاجة هنعملها هنشيل نفس الفتيس عن الموتور عشان نخفف الوزن ونعرف نشتغل بشكل سليم وبشكل جيد. يلا بينا.
طبعا زي ما شفنا حلينا الفتيس، نزلنا الفتيس اللي هو الجير بوكس على الارض تمام، عشان هنغير الديسك والصوانه. الجزء ده زي ما شرحنا قبل كده في حلقه الدبرياج، الجزء ده اسمه الديسك، جوه منه هنا الاسطوانه. الاسطوانه دي بقى بايظه، لما اطلع بقى الديسك من هنا هتشوف الاسطوانه قد ايه هي ممسوحه وتلفه بايظه خالص. تعال شوف بقى البليه، اسمع الصوت، ركز، سامع كده؟ البليه دي خلاص بايظه، البليه هتتغير زي ما احنا قلنا قبل كده. لما يبقى في مشكله في الدبرياش ما نغيرش جزء واحد بس، هنغير الطقم على بعضه اللي هو الديسك والاسطوانه والبليه اللي هي في الفتيس تمام. هنحل دلوقتي وهنطلع وهنوريكم الاسطوانه عامله ازاي وهي بايظه، وهوريكم بقى الجديده وهوريكم القديمه مشاكلها عامله ازاي. يلا بينا. تعالى بقى كده نفتح بقى طقم الدبرياش الجديد معانا مع بعض، بس الاول ايه، لاحظ ده الطقم القديم، ده الطقم القديم وده الطقم الجديد تمام. تعالى نفتح بقى الطقم الجديد معانا كده تمام. ركزوا بقى معانا هنا، شايف البرشام ده هنا معانا كده؟ اعتقد كده باين مسافه بتاعت البرشام هنا اهو. انا مايل للاسطوانه عشان تبان السماكه قد ايه، عشان مواليدك القديمه اوريك الدنيا مش كده تمام. وشايف الخطوط دي تمام، ده كده الاسطوانه الجديده، هنتكلم في الجديده كده. الاسطوانه احنا عندنا لازم تبقى بالمنظر ده، غير كده تبقى الاسطوانه ممسوحه او الاسطوانه خفيفه، او لما تيجي تدوس براش عند الفصل لا اتبدلت براش عالي زي ما شرحنا في حلقه الدبراش، هسيب لك اللينك في اللاين تمام. شوف بقى الاسطوانه القديمه عامله ازاي، بص بقى الاسطوانه القديمه، الاسطوانه ممسوحه، بص جايبه البرشام ده، اسمه برشام اهو، بص برشام كتر متاكل، شايف برشامه متاكل، من الاسطوانه اتاكلت جابت البرشام، بقت تاكل فين؟ تاكل في البرشام كده بقى. الاسطوانه خلاص بقى كده بالسلامه، الاسطوانه دي ايه راحت بالسلامه. لما الاسطوانه بقى تبوظ معايا ما اجيش بقى اغير الاسطوانه بس، اغير طقم زي كده بالمنظر ده، ديسك واسطوانه وبليه تمام. يعني البليه اهي موجوده جايه في الطقم كامل تمام. اسمع مفيش صوت، شفت البليه القديمه؟ البليه القديمه كان فيها صوت، دي ما شاء الله تمام محكمه زي الفل تمام. بس قبل ما طبعا ما نركب الطقم الدبرياج ده هنغسل وننظف الاول ونظبط الدنيا 100 100، بعد كده هنقفل ان شاء الله تعالى. بس حبيت اوضح لك ايه، تشوف القديم ازاي والجديد ازاي، يا رب تكون كل الامور واضحه. طبعا بعد ما حلينا الفتيس ونزلناه على الارض، حطينا الماتور على البنك وشلناه من نزلناه من على البلانكو، اول حاجه هنشيل الجنزير اللي احنا كنا بنعلق بيه الماتور عشان نعرف نشتغل فيه. هنبتدي بقى نحل الاجزاء بتاعته وهوريكم كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله تعالى. اول حاجه هنشيل الغطا الصغير ده، لازم تحط حاجتك كلها في علبه، تجيب علبه تحطها في المسامير، ترميش حاجتك كلها في اي حته، وريت تعمل علب منفصله، يعني مثلا علبه لاجزاء الماتور اللي انت هتحلها، علبه للفتيس، علبه للجزء اللي احنا هنحله. الترتيب في الشغل اهم حاجه في الشغل، يبقى شغلك كله منظم، شغلك كله مترتب، عدتك في مكان واحد، مسامييرك في حته واحده، ما تبقاش الدنيا سايحه معاك كده. الجزء ده اسمه الكويلات، ودي الضفيره بتاعت الكويلات تمام. هنشيلها كلها بالضفيره كامله بحاجتها كامله. بعد ما شلنا الكويلات اللي هنا هنبتدي بقى نشيل اي وصلات متصله في الغطا، زي ايه مثلا؟ زي الكويلات اللي احنا شلناها، زي الخرطوم ده مثلا، نشيل ده الخرطوم الاول من هنا تمام. نبص شوف في حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية، نبتدي بقى ايه حل. طبعا احنا زي ما احنا شايفين، بص الغطا ازاي وسخ خالص. انا عايزك ايه تحفظ شكل الغطا كده ده، عشان لما نيجي نقفل وننظف تشوف الفرق بقى عامل ازاي تمام. طبعا هنغير الجوان، الجوان اللي هو الجزء ده، بص ناشف وتعبان، بص الجوان عامل ازاي، بص عامل زي البسكوت، بص لما اكسره بص عامل زي البسكوت كده، خلاص ما عادش ينفع. لما اوريك بقى الجوان الجديد عامل ازاي، بيبقى كاوتش طري
بيبقاش في المنظر ده كده. كمان هنغير طقم البوجيه كمان، بس انا ما بحبش احل البوجيه دلوقتي، يعني اسيب البوجيه عشان احتمال حاجه تقع، حاجه تحصل المسمار يقع جوه كده، ما يبقاش فيه، يبقى شغالين احنا بسيف، يعني شغالين بالسيفتي، مش شغالينش بخطر، يعني هنحل البوجيه ونسيبه مفتوح كده، ده خطر، ممكن حاجه تقع جوه لا قدر الله تكسر الموتور. فاحنا بنسيب البوجيهات دي لاخر حاجه، بحيث ان نشيل البوجيه نركب بوجيه جديد على طول، ما نشيلش ونستنى بقى لما نغسل وننظف ونعمل بعد كده نقفل البوجيه، حاجه تقع، ميه تقع، زيت يقع، فنشتغل ايه بامان في انضف حاجه. نغير بقى شكل الكاميرا ونحل من قدام. اول حاجه هنعملها هنشيل السير ده، تمام، عشان نبتدي نحل الوش التقسيمه ده. اول حاجه هنشيلها هنشيل السير، هنهوي بس الدينامو عشان نقدر نخفف الرجلاش. طبعا السير بيتحل من الدينامو من هنا. كده السير كده طلع معانا خلاص، طبعا السير ده هيتغير. نحل بقى طارة الكرنك، الجزء ده اسمه طارة الكرنك. كده احنا طلعنا الطارة، الجزء ده اسمه طارة الكرنك. وبرده مسامرك ما تترماش في اي حتة، تحط في علبة. الجزء اللي انا بلفه دي ترمبة المية، ترمبة المية خشنة. انا اقرب لك سماعة عشان تسمع. اسمع يا رب يكون صوت واضح. ترمبة المية خشنة دي لازم تتغير. طبعا دي الطارة بتاع ترمبة المية، هنحل الطارة بتاعتها. اسمع تاني. كده ترمبة المية دي كده بالسلامة عايزة تتغير. اها البلي دي كمان بايظة. اسمع اسمع الصوت. كده ايه البلي دي بايظة، لازم تتغير. طبعا العربية جاية تتعمل، السيارة جاية تتعمل صيانة كاملة، فأي حاجة احنا في ايدينا هنعملها نقدر نعملها هنعملها ان شاء الله تعالى. يعني اي حاجة هنشوفها عايزة تتعمل هنعملها بإذن الله تعالى. طبعا عشان نشيل الغطا ده لازم نشيل الحاجات اللي عليه اولا، يعني اي حاجه بتعكس علينا على غطا بتشيل الاول، بعد كده بتشيل الغطا، مش هنبتدي بقى نحل مسامير الغطا لا، او نشيل مثلا ايه اللي بيعكس عندنا السير، سنة السير، بعد كده عندنا ترمبه، عندنا طاره الكرنك، شلنا طاره الكرنك، عندنا طاره بتاعت ترمبه الميه، شلنا طاره ترمبه الميه، دلوقتي هنشيل القعده، مش قاعده اللي هي كاوتش، قاعده الثابته اللي هي الودن الاساسيه اللي راكبه على الموتور دي، هنشيلها اولا. وهنشيل كمان الودن بتاعت الدينامو ان هي برضو ايه معاكسة على الغطا لازم تتشال. وهنضطر كمان نشيل الدينامو، ان الدينامو معاكس برضو معاكس معانا، يبقى هنشيل الدينامو كمان. اي حاجة ممكن تعاكس معانا نشيلها على طول. فضل عندنا مسامير الترمبة، ودي كده اخر حاجة هتتحل من على الغطا، بعد كده نبتدي بقى في حل الغطا الكتينة ان شاء الله تعالى. تمام، شوف ترمبة المية من المية الحنفية مصدية ازاي وعاملة صوت في نفس الوقت. نكمل حل هنا بقى. تمام، احفظ بقى شكل الوش عامل ازاي عشان بنغسل وننضف تشوف الفرق عامل ازاي. الجزء ده هنا ولسيل الكرنك، الحته دي فيها ولسيل الكرنك، تمام، ونفس الوش ده راكب فيه الاويل بامب، دي ترمبه الزيت اللي احنا شرحناها قبل كده في اجزاء الموتور. الجزء ده اسمه ترمبه الزيت او الاويل بامب، البامب ده الاورنج، خلي بالك منه جدا عشان ده هيركب تاني، عشان غير الاورنج او الاورنج ده فيه مشكله اسمه او رينج، اللي مش سامع كويس، اللي ما فيهوش اللي فيه مشكله ده كده لمبه زيت هتنور معاك وهتبقى مشاكل وممكن العربيه تبوظ منك لو الاورنج ده مش راكب معاك صح. تمام، تخلي بالك، خلي بالك في اورنج تاني لازق هنطلعه واحنا بننضف. هنا بقى دي الكاتينه، ودي شداده ثابته، ودي شداده متحركه. لاحظ
الشداد المتحركة بتشتغل على بلف زيت هنا، بلف الزيت ده بيشتغل على ضغط الزيت، بياخد ضغط بتاعه من ترمبة الزيت، هو اللي بيشغل البلف وبيزق الكتينة ده عشان يمسكها. عمود الكرنك، عمود الكامة، عمود الكامة طبعا دي فيها دبل كامة، اتنين كامة تمام. الكتينة شدادة ثابتة، شدادة متحركة، بلف الشدادة اللي هو بيزق الشدادة ده كده اهو بالمنظر ده اهو شايفه. طبعا مش هحلها انا، ما فيش عندي شغل فيها خالص. بلف الشدادة اهو متحرك، هو اللي بيزق الكتينة عشان يفضل شادد الكتينة، ونفس الوقت على السرعة العالية الكتينة دي بتروح وتيجي كده عشان تبقى فيها انسيابية ما تتقطعش. كده احنا عرفنا الاجزاء اللي هنا الداخلية. طبعا بعد ما نضفنا هنا زي ما انتم شايفين كده، طبعا في فرق واضح، لازم تنضف كويس جدا هنا في المنطقة دي مكان انت هتقفل. الغطاء اللي احنا قلنا لكم عليه ده كده من جوه من بره، طبعا في فرق في شاسع ما بين قبل وبعد، لازم يبقى الغطاء يركب في النظافه دي في المية. لازم تبقى حاجتك راكبه نظيفه بشكل 100% بالمنظر ده. طبعا فاجرين الاورنجات اللي انا قلت لكم عليها دي، الاورنجات دي ممنوع يجي عليها بنزين، فاحنا بس بنمسحها من الزيت وبنرجع ايه نركبها مكانها تاني لو في المكان ده. لازم تخلي بالك عشان من هنا سحب الزيت بترمبه، بتسحب زيت من المكان هنا وبتضخه في المكان ده هنا في المكان ده كده تمام. فتخلي بالك من الاورنجات دي، لازم تبقى راكبه ومن تحت منها نضيف، فوق منها نضيف، كل حاجه تراجع عليها مرتين ثلاثه. الحاجات دي مهمه جدا ومن روح المكنه، اي غلطه في الجزئين ده المكنه دي هتبوظ. ده دي مكان التغذيه بتاع ضغط الزيت. نبتدي نحط السيليكون. السيليكون طبعا بيتحط، حط كميه، حطش كميه كبيره جدا، لان الكميه الكبيره جدا هتخش في المجرى هنا وهتقفل خرم الزيت، فلازم تحط بحذر في المكان ده، لازم تحط بحذر، حذر جدا، يعني كميه السيليكون الزياده غلط. لازم تمسح السيليكون كده. طبعا ممكن تحط السيليكون بطريقه تحط خط سيليكون كده اهو تمشي عليه، بس انا بفضل الطريقه دي. في ناس بتفضل تحط خط سيليكون، بس انا بفضل الطريقه دي لان هي ادق شويه، لان انت بتتحكم كميه السيليكون بالظبط انت تحطها قد ايه. طبعا السيليكون لازم يتحط كده بالمنظر ده. في ناس ممكن تحط خط سيليكون تمام بعد ما اتركب، بس انا ما بحبش الطريقه دي لان مش دقيقه قوي. انا بحب الطريقه اللي انت كده عارف انت حطيت سيليكون قد ايه بالظبط. طب احنا خلعنا الارسيل القديم من هنا، ما ركبناش الارسيل الجديد، ممكن نركبه عادي مفيش مشكله، بس هو الاسهل لينا ان احنا نركبه بعد ما نخلص. نخلي بالنا بقى بالراحه كده، ولازم تخلي بالك هنا في تضليعه لعمود الكرنك، لازم تخلي بالك التضليعه نفسها مع ترمبه الزيت، لان ترمبه الزيت بتاخد حركتها من عمود الكرنك. احنا زي ما قلنا دي ترمبه الزيت الموجوده، ترمبه الزيت راكبه في وش السلندر. طبعا هنا ترمبه الزيت ليها اتجاه، في زي شفتين هنا، الشفتين دي على التضليعه بتاع ترمبه على عمود الكرنك. زي ما احنا عارفين، زي ما احنا شرحنا قبل كده، ترمبه الزيت راكبه في الصدر هنا في المكان دوت اللي هي دي ترمبه الزيت، وبتاخد حركتها بشكل مباشر من عمود الكرنك. ده الارسيل الجديد وده الارسيل القديم. احنا ممكن نقفل الارسيل ونقفل، بس الافضل انت تقفل الوش بعد كده تقفل الارسيل عليه. بسم الله. كده احنا قفلنا الوش، نقفل المسامير عليه. بعد ما قفلنا الغطا تمام، نيجي بقى اول حاجه نعملها نركب الارسيل تمام. الارسيل لازم تحط له شويه زيت في المكان ده، مش يعمل حاجه بسيطه خالص. عشان بداية التشغيل الكرنك ما ياكلش الكاوتش من هنا، لازم يتزيت الارسيل، لازم يتزيت. هنا ما تحطش اي حاجه تانية، ولا سيليكون ولا اي ماده لاصقه تانية. بيت هنا كده بالراحه، مفيش اي مشاكل خالص، وتزقه كده بيدك. كده الموضوع خلص، خلص مفيش اي خلص، الموضوع انتهى كده. كده ارسيل الكرنك الامامي ركب تمام. نيجي بقى نقفل ترمبه الميه. ترمبه الميه قبل ما تقفلها لازم تتاكد ان هي ايه، تشوف اتجاهها فين تمام، عشان تعرف تركبها، عشان انت هتحط سيليكون
وليها جوان برضو، حط سيليكون ما تكتفيش بس بالجوان، في طرمبة المية بالذات ما تكتفيش بس بالجوان، لازم تحط سيليكون كمان معاها. نفس الطريقة اللي حطينا فيها السيليكون للغطا هنحط فيها للطرمبة. طبعا دي طرمبة المية الجديدة، لاحظ الفرق. طبعا نحط لها سيليكون ما تكتفيش بس بالجوان، نحط سيليكون من ناحيتين. نفس الطريقة اللي حطينا فيها السيليكون للغطا هنحط سرقة سيليكون هنا في طرمبة المية. بعد ما ربطنا الترومبة لازم نلفها كده نتأكد ان مفيش حاجة بتحك، مفيش حاجة، لازم تكون الترومبة بتلف بكل سلاسة. نركب معانا قاعدة الدينامو، نركب قاعدة الموتور الثابتة، طبعا اي مسمار هتقفله او اي جزء كامل هتقفله اول حاجة لازم قاعدة، يعني تجمع المسامير الاول بعد كده تبتدي رباط. لازم تجمع مسامير الاول بعد كده تبتدي رباط. ما ينفعش انا جمعت هنا وام رابطه على طول واسيب اتنين دول هنا، ده كده غلط. لو عملت انا كده في الترومبه، الترومبه دي ممكن تكسر ودني من هنا. طب تربط شويه من هنا بعد كده ترجع تربط شويه من هنا، تربط شويه من هنا، ترجع تربط شويه من هنا. دي خدها قاعده في اي حاجه انت تربطها. نربط بقى البلية، طبعا غيرنا البلية وغيرنا الترومبة زي ما سمعكوا صوتها، طبعا فرق شاسع مفيش صوت خالص. اخر جزء معانا اللي هو طارة الكرنك. طبعا فاكرين الغطاء قبل ما ننضفه ونغسله كان عامل ازاي؟ لازم يبقى الغطاء بالمنظر ده بالنظافة دي، والمكان اللي انت هتقفل هنا لازم يبقى برضه ايه، نضيف جدا ومظبوط جدا. نيجي بقى نقفل الجوان. فاكرين لما قلنا لكم الجوان كان ناشف ازاي؟ بص ده طار ازاي؟ لازم يبقى بالمنظر ده كده، في ليونه. الجوان الاولاني كان ناشف، فقد الليونه بتاعته بقى يهرب زيت. طبعا الجوان ده بيجي حتتين، هنقفل الحته اللي في النص الاول. طبعا الجوان من النوع ده ما بياخدش بالكامل سيليكون، بياخد سيليكون في اماكن محدده بس. طبعا الجوان ده ليه عدله، ليه فرزات معينه، ما بيركبش غلط، مش هتعرف تركبه غلط اساسا، لانه هو ليه شكل واحد، ليه اسطمبه واحده يركب عليها، فما اذا ما كانش راكب على عدلته مش هيركب اصلا. ولو حاولت تركبه عافيه هتكسر الغطاء، لازم يبقى قاعد مظبوط في مكانه. واحنا زي ما قلنا الجوان ده او كل الجوانات اللي هي بالشكل ده ما بتاخدش سيليكون بالكامل، ده غلط. ما ينفعش تحط بكامل الوش سيليكون. اهم حاجه في الموضوع ده ان انت تنظف كويس جدا. اماكن محدده بس هي اللي بتاخد فيها، يعني هي اماكن الضعف اللي هي متوقع ان هي تجيب زيت، انت بتدعمها بشويه سيليكون عشان ايه، في المستقبل لما الجوان ده يضعف ما يجيبش زيت. ايه اماكن الضعف؟ اماكن الضعف اللي هي اي زاويه، الزوايا، الفرق الفاصل ما بين الغطا والوش فوق، الدوائر اللي هي بتاعت البوجيهات دي عشان بتعرض لحراره عاليه جدا، فاحتمال ان هي تجيب زيت. هي دي الحته اللي انت تحط سيليكون وبشكل خفيف جدا، ما تكترش يعني، وما تحطش هنا، تحط فين؟ تحط هنا على الالومنيوم وبشكل خفيف جدا، ما تكترش سيليكون. هنحط على الدواير، يعني هي دي الكميه، بص هي دي بس الكميه اللي انت تحطها، مش ياما، حاجات بسيطه خالص يعني. احنا لحد هذه اللحظه احنا ما غيرناش البوجيهات عشان نضمن ان مفيش حاجه تقع جوه غرفة الحريق، جوه البستم، وساخة، زيت، مية، أي حاجة ممكن تأثر على الموتور من جوه. احنا بعد ما غسلنا ونضفنا ونفخنا بالهواء وبعد ما نقفل الغطا هنبتدي بقى نغير البوجيهات إن شاء الله تعالى، عشان نضمن إن مفيش حاجة وساخة أو مية أو زيت دخلت في غرفة الحريق. كده عملنا اللي هم أربع دوائر بتاعت البوجيهات. نيجي شوية سيليكون في المكان ده بالمنظر ده بس، شوية سيليكون في المكان ده، أماكن الضعف تمام، الزاوية دي والزاوية دي، دي أماكن المتوقع اللي هي ممكن تبقى ضعيفة، غير كده ممنوع سيليكون تاني. كده خلاص يعني مفيش سيليكون نحطه تاني. أكد الجوان بتاعنا راكب كويس مظبوط 100%. نقلب بسم الله وعلى مهلنا خالص تمام. جوان بتاعنا نضيف، الغطا نضيف، مكانه نضيف، مسامير جاهزه وتقفل. طبعا المسامير دي مقسومه
لشكلين، في مسامير لونها غامق ومسامير لونها فاتح. المسامير اللي لونها غامق دي بتبقى جوه في المكان ده هنا، المسامير دي كلها هنا، اللي لونها فاتح على الداير كله. تمام، لازم خلي بالك من الموضوع دوت. حط المسامير كلها الاول. طبعا الغطا ده كبير واسع، ما ينفعش انا اجي هنا ومرابط ده على الاخر خالص، ده كده غلط. اول حاجه هجمع المسامير كلها، اجمع بس، اجمع فقط، انا مش بربط، انا بجمع بس، بقعد الغطا مكانه مظبوط، عشان انا لو ربطت مسمار كده هقطم الوش ده، هبوظه، هكسره. تمام، انا بجمع فقط، جمع كل مسامير للاخر. بعد كده ليه بقى طريقه معينه بالربط عشان ما بوص او اكسر او اتلف حاجة في المطور. نبتدي بقى نجمع على مهلنا واحدة واحدة. نبتدي في النص الاول، بعد كده شوية هنا شوية هنا شوية هنا، ما نستعجلش خالص في الرباط عشان الجوان بتاع غطا التكيات يطبع مكانه مظبوط على الاقل من مهلي خالص. هنا بقى نبتدي بقى الرباط، بعد ما احنا جمعنا المسامير كلها، متاكدين ان كل المسامير متجمعه، الرباط بتاعنا يبتدي كده من هنا في الزاويه دي، هيبتدي ايه زي حرف الاكس بالانجليزي. هنربط واحد من هنا، بعد كده واحد هنا، بعد كده نربط ده، بعد كده واحد هنا، بعد كده نربط اللي هنا، نربط اللي هنا، بعد كده اللي هنا، بعد كده اللي هنا، اكسات. تمام، راقب. كده بقى ايه الطريقه الاخيره، احنا اتاكدنا كل حاجه، احنا كده بنعيد على المسامير، اكد ان ما نسيبش ولا مسمار ما يكونش مربوط، وطبعا ايه على مهلنا وبالراحه، وراعي ان ده مسمار 10 10 يعني 6 مللي، تخانه 6 مللي، انا ضعيف جدا، يعني انت لو اتعفيت عليه هتقطمه، واحنا مش عايزين كده طبعا، عايزين نتعامل على مهلنا وبالراحه خالص. كده احنا ايه الغطا ده اتقفل 100% وتربط في 100% وكل امورنا كده تمام. كده ان شاء الله كده الفيديو ده هيبقى جزئين، ده الجزء الاولاني، وان شاء الله تعالى هننزل حلقة تانية نكمل فيها بقية الشغل، جزء تاني للفيديو ده عشان ما نطولش، نخليش الفيديو طويل قوي. تمام، ده اول جزء ان شاء الله تعالى، والجزء التاني هننزله باذن الله تعالى في يوم تاني ان شاء الله تعالى. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.